بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله الكريم وعلى أهله وصحبه وسلم. أبنائي الكرام، طلاب الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان اللغة والدين والعادات. وفي هذا المقطع نتناول أحبتي الكرام أسئلة الفهم والاستيعاب، وهذا الموضوع أبنائي الكرام يندرج تحت مجال القراءة لكيفية الاستنباط ما بين السطور. باختصار، يقصد بالاستنباط هو الانتقال من العام إلى الخاص واستخلاص النتائج من الأمثلة ثم إصدار الحكم العام عليها. النص الذي بين أيدينا أبنائي الأعزاء للأديب مصطفى صادق الرافعي من كتابه وحي القلم المجلد الثالث، الذي يتناول فيه الكاتب قضية من أهم وأخطر قضايا الأمة العربية، ألا وهي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية. ويوضح الكاتب في هذا الموضوع أنه يجب على الأمة إذا أرادت أن تحفظ بقاءها وتصون وحدتها وتعزز قوتها، فعليها أن تعتز بلغتها العربية وتتمسك بدينها الإسلامي وتجل ماضيها وتتمثل عاداتها وقيمها. فالكاتب الرافعي يقسم الموضوع إلى ثلاثة محاور. المحور الأول، أحبابي الكرام، يتحدث فيه عن اللغة، وكما عرفها الكاتب فإنه يقول: اللغة هي صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجودا متميزا قائما بخصائصه، فهي قومية الفكر تتحد بها الأمة في صور التفكير وأساليب أخذ المعنى من المادة. وعليه فإن الكاتب يرى أن اللغة هي الانعكاس الفكري للروح الموحدة للأمة بما فيها من عمق وثراء وحرية. كذلك يبين الكاتب أن اهتمام الأمة بلغتها دليل قوتها واستقلالها وسيادتها على كل شؤونها. وعلى هذا أحبابي الكرام، فإن استهداف اللغة من جانب المستعمر يجعله يتحكم في فكر الأمة وآمالها ويشتت وحدتها. هذا بالنسبة للمحور الأول. ننتقل أحبابي الكرام للمحور الثاني، وهو بعنوان الدين. والدين كما يعرفه الكاتب هو حقيقة الخلق الاجتماعي في الأمة، وهو الذي يجعل القلوب كلها طبقة واحدة على اختلاف المظاهر الاجتماعية، عالية ونازلة وما بينهما، فهو بذلك الضمير القانوني للشعب. فالكاتب يرى أن الدين أحباب الكرام يؤسس أخلاق الأمة وضميرها القانوني الجامع بين مختلف الأفراد، ويمد الشعب بالقوة في مواجهة النوازغ المادية في النفس. كذلك الدين يعمل على مقاومة التدخلات الأجنبية، كما أن للدين أيضا قيمة كبيرة
فهو يوفر نظام الحقوق والواجبات ويرسخ في نفوس الشعب لينظم شؤون الأمة. هذا بالنسبة للمحور الثاني. أحباب الكرام، ننتقل إلى المحور الأخير كما حدده الكاتب، وهو العادات. والعادات كما نرى أمامنا هي الماضي الذي يعيش في الحاضر، وهي وحدة تاريخية في الشعب تجمعه كما يجمعه الأصل الواحد. ثم هي كالدين في قيامها على أساس أدبي في النفس وفي اشتمالها على التحريم والتحليل. وعلى هذا أبناء الكرام، فإن الرافع يرى أن العادات لها أثر شبيه بالدين في توحيد الأمة حول ماض واحد يحترمه الجميع. فالتاريخ يمد الشعب ويمد الأمة بالأبطال والمبدعين والملهمين في كل المجالات، مما يجعلها تحقق آمالها وتحقق أحلامها. فعادات الشعوب كما يرى الكاتب تجعل المرأة يشعر بأن الوطن بيته والمواطن أهله. بهذا التوضيح لهذه المحاور الثلاثة أحبابي الكرام، نصل إلى مناقشة أسئلة الفهم والاستيعاب. السؤال الأول يقول: استنتج ارتباط خصائص اللغة بواقع الأمة. كما بينا أبنائي الكرام أن اللغة هي صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجودا متميزا قائما بخصائصه. كذلك فإن الأمة كلما تمسكت بلغتها أبنائي الكرام وحرصت عليها وعملت على تعليمها لأبنائها، كانت هذه الأمة وهذه اللغة صلبة على المستعمر، عصية عليه لا يستطيع أن ينال منها. أهميتها تصون قومية الفكر وتراثها، وتتحد بها الأمة في صور التفكير وأساليب أخذ المعنى من المادة والدقة في تركيبها. ننتقل أحبابي الكرام إلى السؤال الثاني. يقول: استخلص النتائج المترتبة على إعزاز اللغة، تقوية الدين، إجلال الماضي. نبدأ بالجزئية الأولى، إعزاز الدين، إعزاز اللغة. يترتب على إعزاز الدين، إعزاز اللغة أبناء الكرام، يترتب عليه أنه يحيي تراث الأمة ويقوي العلاقة الروحية والعاطفية بين أفرادها. كذلك يجعل اللغة الأجنبية، طبعا كلما اعتز الإنسان بلغته يجعل اللغة الأجنبية خادمة للغته الأم، اللغة القومية، وتكون العصبية لكل ما هو قومي يكرهه الفرد كل ما يبعده عن لغته. الجزئية الثانية، تقوية الدين. ماذا يترتب على تقوية الدين؟ أبنائي الكرام، نقول يترتب على ذلك أن يكون الدين سبيلا لاستقرار الأمة اجتماعيا وسياسيا، فيتحقق لها الشرف والسيادة والعزة، فلا تسقط أبدا وتحقق النجاح في كل أمورها. الجزئية الثالثة، ماذا يترتب على إجلال الماضي؟ يترتب على ذلك أبنائي الكرام، يعطي الأمة
يعطي للأمة قدرا من التميز والاختلاف عن غيرها. كذلك كلما أجللنا الماضي وافتخرنا به يحقق الألفة والترابط بين أبناء الأمة، مما يستوحى من خلاله الأبطال والعلماء والمبدعين. ننتقل إلى السؤال الثالث. أحبابي الكرام، وضح معاني الكلمات التالية، هي محطة الثروة اللغوية. وضح معاني الكلمات. والثروة اللغوية كما نعلم أحبابي الكرام لها أكثر من جزئية، منها ما يتمثل بمرادف الكلمات أي معناها، أيضا جزئية أخرى وهي المفرد والجمع، ثم بيان المعنى السياقي للكلمة من خلال الجملة، كذلك تصريف الكلمة واشتقاق الأسماء منها، ثم ضبط بنية الكلمة أي وضع الحركات على الكلمة. السؤال الأول، وضح معاني الكلمات التالية. كلمة المكتن. المكتن بمعنى المستتر الذي لا يظهر. الكلمة الثانية متآزرة، ويقصد بها أحباب الكرام متعاونة. الكلمة الثالثة لا جرم. لا جرم بمعنى لا بد، لا محالة حقا. الكلمة التالية ينزعون أي يميلون يتجهون. الكلمة التالية ينتخون بمعنى محمسون يفتخرون. الكلمة التالية كلمة يعنو، وهذه الكلمة بمعنى الخضوع أي يخضع ويذل. كلمة تبعته، المقصود بها المسؤوليات والالتزامات، مسؤوليته. الكلمة التالية كلمة جبروت، ويقصد بها القدرة. الكلمة التالية كلمة انتساقه أي انتزاعه. الكلمة الأخيرة أحباب الكرام بمعنى كلمة يتضعضع بمعنى يضعف ويخضع. إلى هنا أحباب الكرام نصل إلى نهاية درسنا اليوم من الفهم والاستيعاب من درس اللغة والدين والعادات، وإلى لقاء جديد مع درس من دروس اللغة العربية في رعاية الله وأمنه. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.